بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال جميل، ايه هو الفرق بين الاوتوكاد المعماري والاوتوكاد العادي، وهل ممكن الاوتوكاد العادي اعمل بيه شغل الاوتوكاد المعماري؟ الاوتوكاد العادي ده الناس كلها شغاله بيه، وبيرسم اقواس وبيرسم دوائر وبيرسم ممكن كوره، بيرسم حاجات 2 دي 3 دي، وبنصمم بيه الشغل بتاعنا. بس كنا بنتخيل ان ده شغل، يعني برسم خطين واقول ان ده حيطه، وارسم خطين واقول ان ده ضغط، وارسم خطين واقول ان دول بايب. بس في الحقيقه دول خطين، لو عملت سلكت عليهم هتلاقيهم خطوط وهتلاقيهم اقواس، الفرق بس ان انت تحطهم على انهي لاير. تمام. فالاوتوكاد المعماري بيقول لي لا، ده عندك دي هترسمها حيطه، دي هترسمها باب. خلينا نبدا كده، يعني هتلاقي اغلب القوائم هي نفس القوائم اللي موجوده في الاوتوكاد العادي، بس زود لي ان انا اقدر ارسم وول، اقدر ارسم دور، اقدر ارسم ويندو وهكذا. الفكره كلها ان اوتوديسك قبل ما تشير الريفت كانت بتحاول تعمل برنامج بيم، فعملت برنامج اوتوكاد اركتكشر واوتوكاد ستراكشر واوتوكاد ام اي بي، وحطت فيهم شويه حاجات كويسه، بس للامانه الريفت اقوى. بس بعض الاوقات في بعض الحالات كبيم مانجر ممكن اختار ان انا اشتغل بالاوتوكاد اركتكشر. على سبيل المثال شركه كنت كل اللي فيها شغالين اوتوكاد ومعاهم مشروع مزنوقين فيه وعايزين يطلعوا بيم، فخلاص هناخد خطوه انتقاليه لاوتوكاد اركتكشر، مش هيكلفنا كتير لان وانت بتشتري ريفت بيجي معاه اوتوكاد اركتكشر واوتوكاد ستراكشر واوتوكاد ام بي، بيجي مع نسخه الريفت عادي وانت بتشتريها. تمام، بيجوا هديه معاهم. فخلاص قلنا هنبدا ان احنا نتعرف على فكره البيم من خلال الاوتوكاد اركتكشر والاستراكشر والام بي، والمرحله اللي بعد كده ننقل على الريفت، يكون في مشروع مستريح وقتيا ويكون الناس عرفوا برنامج وتنام برنامج تاني. يعني انا مثلا اللي سهل لي ان انا ادخل على الريفت ان انا كنت عرفت الاوتوكاد الاركتشر والام اي بي، واللي سهل ان انا ادخل على الحاجات ديت ان انا كنت اشتغلت في شركه كانت شغاله بالماجيك كاد. فمن انت عرفت حاجه بتلاقي البرنامج تاني بيبقى اختلاف بس ايه تسميات شركات وكده. تمام، فهتلاقي مثلا قائمه انسيرت هي اللي موجوده في الاوتوكاد، انوتيت هي اياها، الرندر الفيو يعني اغلب الحاجات هي اياها، بس بيختلف بعض الحاجات زي هنا الوول مثلا، هتقول له انا عايز ارسم وول فبيرسم لك وول. في الاوتوكاد العادي لا، ما بقولوش وول، بقول له عايز ارسم خطوط وبرسم خطوط. تمام، هنا انا برسم وول والخصائص بتاعته هي موجوده في البروبرتيس، ببدا اشوف انا عايز ارسمها ازاي. تمام، اقول له انا عايز اشوفها في 3 دي اهو. تمام، ده الفرق بين الاوتوكاد العادي والاوتوكاد الاركتكشر.